اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وستر منك، وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تدع، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وستر منك، وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا